هنعرف تفاصيل أكثر مع ضيفنا عبر الهاتف دكتور أحمد عامر الخبير الأثري. دكتور أحمد صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة سارة وعلى كل السادة المشاهدين على كسرة نيوز. أهلا بيك دكتور. طبعا لما بنتكلم عن الأهرامات بنتكلم عن السحر، بنتكلم عن الهيبة أول ما بتزور الأهرامات في أي وقت من السنة، لكن هنا بنتكلم عن كونها أثار جنائزية. عايزين نعرف من حضرتك لحد اللحظة دي إيه أهم أسرار الأهرامات بحيث كونها أثار جنائزية؟ يعني هو مبدئيا الهرم الأكبر هو أحد أكبر الأهرامات والوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة حتى هذه اللحظة، هو الذي يقوم باقيا، بالإضافة أن الهرم نفسه كان مغطى بالحجر الجيري وكان جزء منه من مجمع جنائزي أكبر يضم المعبد والجسور والمزيد من الآثار والتحف المعمارية الفرعونية. هذا الهرم تم بناؤه عام 2750 قبل الميلاد، واحنا بنتكلم عن الهرم الاكبر بالتحديد هنلاقي ان الهرم الاكبر لحد هذه اللحظه هو الذي مبنى على طبعا الاتجاهات الاصليه الاربعه، بالاضافه ايضا ان هو لو قمنا بتقطيع الحجاره لكتل مربعه هتعدي يعني لنص اكثر من نصف خط الاستواء. نعم. بالاضافه كمان ان هي بنتكلم عنها ان هي مثلا تزن من 2 طن ونص لغايه يعني حاجه و20 طن القطعه الواحده، مبنيه بطريقه طبعا يعني تفريغ الهواء. لحد هذه اللحظه ما حدش عارف الاهرامات كيف بنيت، ودي من الحاجات اللي هي الخارقه لان الموضوع سر فعلا بمعنى سر، وكل ما هو كيفيه بناء الاهرامات ما هي الا اجتهادات شخصيه، ما حدش عارف لسه السر كيف بنيت الاهرامات وبالتحديد الهرم الاكبر على اعتبار ان ما كانش فيه معدات في تلك الفتره تقوم بها بناء الاهرامات. عشان كده واحنا بنحكي عن الهرم الاكبر بالذات هيظل هو الحاجه الخالده للحضاره المصريه القديمه، لذلك مش هيجي زيه خالص لحد هذه اللحظه، لان هو حتى لو شفنا الدوله الحديثة كلها كانت عباره عن معابد. ناس كتير ما تعرفش ان مصر ما فيهاش الاهرامات الثلاثه الاشهر، طبعا هرم الملك خوفو، والغريب والعجيب ان الملك خوفو بالتحديد ما فيش الا تمثال ليه واحد فقط موجود بالمتحف المصري طوله 9 سم. عشان كده احنا بنتكلم بقول لك الموضوع محير جدا، ازاي يكون هذا الملك بني اعظم هرم في الحضاره المصريه القديمه وعلى مستوى العالم ملوش الا تمثال واحد. عشان كده احنا حتى واحنا بنتكلم عن هرم الملك خوفو، طبعا اللي بنى الاهرامات هو المهندس حمق يونو، مهندس المجموعه الهرميه بهرم المجموعه الهرميه الهرم مجموعه الملك خوفو بالتحديد. نعم. بالاضافه لمراكب خوفو المعروفه خطا باسم مراكب الشمس، هي اسمها مراكب خوفو اساسا يعني، وكانت بتبحر للعالم الاخر. معلومه هامه جدا، مصر فيها ما يقرب من 126 هرم، الناس كلها لا تعرف ان هرم زوسة اللي هو اول بناء حاجه يعني حجري في التاريخ، ثم من بعده بقى مجموعه الاهرامات المتكامله اللي هي خوفو وخيع افرع ومن كورع، وخيع افرع بالذات كمان كان مغطى بطبقه من الحجر الجيري كانت مغطاه. دي من الحاجات الهامه جدا، لكن لحد دلوقتي ناس كتير بيقول لك طب ليه الحضاره المصريه القديمه ما بنتش الا الهرم ده بنفس الارتفاع، يعني الاهرامات الثانيه مش بنفس الحجم. انا عايز فعلا اصغر الهرم الصغير اللي هو يعني هرم من كورع في التكلفه يعادل تكلفه الهرم الاكبر على اعتبار اختلاف الماده التي بنى بها، لكن في الحجم طبعا الهرم الاكبر هو طبعا الاكبر على مستوى العالم، هو طوله اصلا 137 متر، ومحمد علي مؤسس الدوله الحديثه حب ان هو يهد هذه الاهرامات ويبني بقى القناطر الخيريه وخد منها فعلا 6 متر، ولكن مع الاسف لما لقى الموضوع مكلف وصعب تراجع عن هذه الفكره. لذلك واحنا بنتكلم عن الاهرامات بنلاقي ان الموضوع مختلف تماما، مش هيجي مختلف واسرار اسرار كتير جدا بتحيط بالاهرامات وبناء الاهرامات وشكله هندسيا، حاجات كتير قوي ليها علاقه بالاهرامات لسه لحد دلوقتي يا دكتور مش عارفين حقيقتها ولسه هنعرف اكيد حقيقتها. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد عامر الخبير الاثري.